هروبا من البطالة وطلبا للرزق، لم ينتظر أحمد بريك كثيرا للبحث عن عمل، بل اعتمد على نفسه وقام بإنشاء عمل خاص له، وهو تربية الدواجن، حتى يكسب ويشغل أيادي عاملة للتخفيف من البطالة في البلاد. أنا في العمل هذا حوالي تقريبا يمكن من 2015 كذا شفت، ويات الفكرة كذا يعني نتيجة البطالة في وضع البلاد كذا، يعني اعتمدنا على أنفسنا، وبدأت أول شيء يعني بثنتين غرف، وثم طورت نفسي إلى ثلاث، ثم تطورت إلى أربع، كل يعني سنة نسوي ثنتين ثنتين ثنتين، الآن وصلت إلى حوالي 10. طبعا هذا عمل أحمد رجب بريك، سواله عمل وما شاء الله، وبدأ فيه وحصل منه الخير، وما شاء الله له كم سنوات هو يعمل فيه، بس يعني في بعض المشاكل بالنسبة للأعلاف والدواجن، تكون سعرها بعض أحيان مرتفع شوي، وبعض أحيان الكهرباء تكون يعني متعبة في الطفي. تشجع بن بريك في خوض هذه التجربة رغم صعوبتها وظروف الحياة والشكوى في تزايد أسعار الطعام، إلا أنه قامر واجتهد، ويمر عمله بمراحل مختلفة كالعناية بالكتاكيت وحتى تصبح كبيرة ووضعها في أماكن خاصة بها. إمكانيات بس، ولا يعني عندنا نقدر نطور أكثر يا كذا، لو حصلنا لقينا مثلا دعم أو الدولة مثلا تدعم، بس سوي شوي مثلا تبغى لك مثلا ألواح شمشية، عاني نحن من تكلفة العلف، العلف كنا نحن نشتريه بثمانية ريال شفت، وتحول إلى 100، وفترة فترة تحول إلى 110، وإلى 120، إلى 130، وصل إلى 135، الآن حاليا إلى 135. يظل أحمد بريك يوميا على هذا الحال في عمله الخاص، معتمدا على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى، واثقا من نجاحه بعد بذل كل الأسباب المتاحة له، بالرغم من ضعف الإمكانيات وعدم التشجيع له وللكثير من أمثاله من الجهات الرسمية.